صيب ميلك شيك ديال الفخيز، سطر ديال الحليب، و250 غرام ديال الفخيز كونجلين، والسنيدة على حسب الذوق. انا درت جوج معالق ديال السنيدة، ونتوما على حسب الذوق ديالكم كاين اللي ما غاديش يديروا كاين اللي غيدير اكثر. دابا غادي ندير لي فخيز في الميلينكس. انا كندير في لي فخيز دابا، خصهم يكونوا كونجلي باش يجيكم هذاك الشيء خاتم وزوين. خاسر وبارد. دابا غادي نزيد فوق منه الحليب، ها هو الحليب. انا درت نص سيترو، دابا غادي نزيد سنيده وغادي ندير كلشي يتميكسا. انا غندير هادشي يتميكسا. ها انتوما كما كتشوفوا انا دخلته، غادي نديرو الطحين. دابا غادي نخوي هادشي، هاد الميلك شيك ديالنا كما شفتوا كيجي زوين بزاف. دابا غادي ندير لا ديكوراسيون بلا كريم شانتي. هانتوما درت عليه شويه الفيرميسيل كيجي زوين بزاف. غندير بحال هكا كلشي كيسال لاخر، وتقدروا ترافقوا معاه بشي كيك ولا شي حاجه كيجي زوين في الكوتي وكيجي بنين وبصحه. ما تنساوش تلاقيو وتابوني في لاشين ديال دعاء مروه شانيل.